اللهم صل على محمد حبيبك الذي اصطفيته برسالتك إلى أهل الأرض، أنزلت عليه القرآن في خير ليلة بخير ملك جبريل عليه السلام ليكن لنا رحمة، وفتحت لنا أبواب السماء لتغفر لمن أرادك بحق. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وممن كتبتهم عندك من أهل الجنة يا رب. نسألك برحمتك أن تعفو عن عبادك يا رب، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أنت رب العالمين يا رب. نحن المستضعفين في الأرض ونحن الظالمين لأنفسهم، ونحن عبادك الراغبين في قربك يا رب. أعنا على إحياء ليلة القدر يا رب، وعلى تحمل التكاليف، واشرح صدورنا على طاعتك، واجعلنا قادرين على أن نحيا على مرادك يا رب. صعبت علينا الدنيا فسهلها، وشق علينا ظلم خلقك فصبرنا، وضاقت الأرزاق بذنوبنا فوسعها، وامتلأ القلب بالأحزان فهونها، وضللنا عن طريقك فاهدنا. اللهم قنا شر أنفسنا وشر شياطين الجن والإنس، اللهم أجرنا من النار وكل عمل يؤدي بنا إلى النار، وانقذنا بحولك وقوتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغثنا فنحن الملهوفين، وسعدنا فنحن المحتاجين، ولا أحد غيرك يستطيع أن يخرجنا مما نحن فيه، ولن نمد أيدينا إلى غيرك، فأنت رب المساكين ورب المستضعفين يا رب. الجهل أغلق القلوب، والمحن قسمت الظهور. اللهم أعنا على أعداء من بني جلدتنا، وأعنا على الجهلاء منا، وصبرنا على الأذى من أحبابنا، وأعنا على تزكية نفوسنا وتربية أولادنا وتحمل أزواجنا يا رب. نشكو إليك بيوت المسلمين قل فيها القرآن فامتلأت بالشياطين، وكثرت فيها المعاصي فحرمنا التوفيق يا رب. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبادك وإماءك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك ونعترف بنعمتك علينا، ونعترف بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم راضي عنا من ظلمناهم، وراضي عنا من اغتبناهم، وراضي عنا من أذيناهم. اللهم راضي عنا جميع خلقك. اللهم اغفر لنا جهلنا وإسرافنا في أمرنا، وارزقنا بهمة لطاعتك، وارزقنا بعلم نرفع به جهلنا. اللهم إن الشياطين قد أحاطت بنا وخدعتنا وزينت لنا المعاصي. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك أن يحضرون، ونعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم اجعلنا نسير على طاعتك، وأفض علينا من علمك وحلمك وصبرك، واجعلنا من أهلك وخاصتك، وحقق رجاءنا فيك، فاجعل توكلنا عليك وراضنا بدينك وبقضائك، واجعلنا لك من الذاكرين الشاكرين، وعلى دينك من المحافظين، ولراية الإسلام رافعين. فنفرح عندما تأتينا الملائكة لنزع أرواحنا من أجسادنا، وتبشرنا برضاك وتبشرنا بجنتك. اللهم اجعلنا من يحيون ليلة القدر، ولا تحرمنا بذنوبنا اقترفناها يا رب. قلوبنا تصرخ على ذنوب اقترفناها، ونستحي من أن نلقاك بها، ونعم رزقتنا بها ولم نشكرك عليها يا رب. كلنا حياء منك يا رب. امحو أثار الذنوب من صحيفتنا، واصرف وجوهنا عن النار، واجعلنا أهلا لجنتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب. ارزقنا بتقوى حتى لا نطلب رضا خلقك ولا نعصيك برضاهم. اللهم ارزقنا بقلوب تقية لتحشرنا بها مع أوليائك وأحبابك يا رب. اهدنا لما اختلف فيه من علمائنا، وارزقنا بعلم من عندك حتى لا نعبد أحد من خلقك، وأنر بصائرنا حتى نختار الرأي الذي يرضيك، فأنت من تحكم
بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فاهدنا إلى العلم والقول الذي يرضيك حتى نسير على مرادك ولا نتبع أحدا من خلقك في زلاته. اللهم أعنا على طاعة على مرادك وموت في سبيلك، واصرفنا عن عبادة لا ترضى بها عنا. اللهم صل على محمد حبيبك وبلغ نبينا منا السلام.